الله معقول؟ من هو إلهنا اللي خبرونا عنه الأنبياء والرسل؟ الله اللي خلقنا ودبر الدنيا. إلهنا هو اللي تعرفنا عليه من حياة يسوع اللي ولد بيناتنا، قضى عمره على الأرض يعمل الخير، واللي فهمنا بالطريقة اللي نحن بنفهم فيها. حكينا بالأمثال والأخبار ونفخ فينا روحه يذكرنا باللي قاله وباللي عمله ويفهمنا إياه. إلهنا مش إله بعيد جالس في السماوات، إلهنا قريب شاركنا وعم بيشاركنا أفراحنا وأحزاننا. سر الله القريب ما بينكشف وما بينفهم إلا للي بياخدوا وقتهم تيسمعوا له كلمته ويعملوا جهدهم تيعيشوا بحسب إرادته. مع يسوع اكتشفنا انه الله اله طيب، بي مليان محبة وعطف ورحمة، بيقبل كل اللي بيلتجوا له مهما كانت خطيتهم كبيرة. قبل الزانية والعشارين المحتالين، ما هرب من البرص بل ساعدهم تيرجعوا عيالهم وع مجتمعاتهم. غفر لبطرس، فتح السما للنص المصلوب. الهنا قريب منا، روحه ساكن فينا تيشجعنا ويقوينا قدام كل عواصف الحياة. لما ظهر الله لموسى وكشف له عن حقيقته وقال له أنا الرحوم طويل البال، مش بسهولة بغضب، لأني مليان نعم وأمانة. لأن موسى فهم أنه من إله بخوف، عزمه تيضل مع شعبه، ترجي يبقى معهم. قال له دخيلك بترجيك عيش معنا. روح بسفر الخروج الفصل 34 الآية 8، هذا اللي عمله يسوع من بعد قيامته لما قال لتلاميذه أنا معكم كل الأيام لآخر الدهر بآخر إنجيل متى. لما شاف يسوع ضياع نيقوديموس الشيخ الحكيم اللي كان يآمن بأنه الله رح يبعت المسيح تيعاقب المتمردين ويهلك الخاطئين، خبره عن الآب وقال له الله بعت ابنه للعالم مش تيحكم على العالم لكن تيخلص العالم. علاقة الله فينا مبنية على المحبة مش على الخوف والشك والإدانة. بالزمانات قال فولتير الأديب الفرنساوي هالجملة، الله خلق الإنسان على صورته والإنسان رد له إياها. واضح أنه فولتير ما فهم شيء من المسيحية. لا، نحن ما اخترعنا إله على صورتنا، الله هو اللي كشف حاله إلنا من أيام إبراهيم وموسى. بكل الأحوال لو كنا نحن اللي اخترعناه على صورتنا ما كان ولا بأي شكل اسمه إله الرحمة والمحبة، كان طلع إله القانون والنار والعقاب. قد ما بدنا فينا نتفلسف ونتناقش حول وجود الله، بس وحده الوحي هو اللي بيعرفنا على إله التواصل مع الإنسان ومحبته للإنسان ورحمته للإنسان. الله منه رئيس شركة ولا بوليس عم بيراقب تيعاقب. الله بي ناطر رجعة بنته الضالة وابنه الضال تيحتفل بدون ما يحاسبهم على الماضي. هو اللي بيقبل عمال آخر النهار، بيقبل كل البشر ومشاكلهم مثل ما تعرفنا عليهم بالإنجيل. هو الإله اللي عم يطلب منا نتشبه فيه ونعيش مثل ما هو عايش بيناتنا. هو اللي قالنا كونوا رحماء كما أن أباكم السماوي رحوم. وكمل بربون لسؤال، خلي يكون عندكم مشاعر الله، مشاعر الله بالذات، عيشوا السلام وإله المحبة والسلام يكون معكم. من هون بنسأل حالنا نحن أي إله عم نعبد اليوم؟ والله معكم.